እየተቸገረ ነው አረጃጅም ኳሶች ላጥቂዎች ለመጣል በመልሶ ማጥቃት ከጀርባ ጥረት ያደርጋል እየተሳካለት አይደለም ጥሩ ጊዜ ያሳልፋል ግን ትልቁ ግን ከመሆኑ አንጻር ሁሉም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ቡስካውን ባለ ኢትዮጵያ ድንቃለ ማስመር ላይ ሌላ ኳስ እንደገና አድማረኝ ያቦስ ኦ التعامل بص امامنا عدى ابو بكر ناصر امامنا هو وادي هوتيسا مع عمر جابر ولمس هوتيسا وداوى هوتيسا عمل الكوره في مرمى محمد ابو جبل عشان يسجل منتخب اثيوبيا الهدف الاول في هذه المباراه حس ان الاداء المصري I'm not going to be able to do it.